تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أحب أني أرحب بفريق عمل اليوم، في التنسيق والمتابعة ميرة المري، وفي الإعداد أستاذ يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا محدثكم من أمام الميكروفون عبد الله جمعة. وأيضا أرحب وتشرفني اليوم طبعا في تقديم الحلقة الدكتورة الفاضلة عاش البسطي، وصباح الخير والسعادة جميعا. صباح الخير على الجميع. الله يحييك دكتورة. ومستمعين الأعزاء، دائما أذكركم بالتواصل معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. يا مرحبا بكم. ودائما احنا نقول طبعا دكتورة عاشة ان برنامج صحة وسعادة المواضيع شيقة، ومواضيعنا وبرامجنا دائما معنية بأهم شيء عند الإنسان اللي هي صحته وسعادته. صحيح. والجميل كذلك أن متنوع، مو بس فقرات صحية، عندنا فقرات صحية طبية توعوية، وعندنا فقرتنا متميزة كذلك فقرة السوشيال ميديا، وأغلب ما يدور فيها يعني خلال الواقع سواء الصحي أو الطبي. نعم. فمثل ما ذكرتي دكتورة موضوع السوشيال ميديا، بناخذ زميلتنا الأخت أسماء الجناحي ونقول أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليك وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. الله يسلمك، وصباح الصحة والسعادة، ونتريا رسائلك الجميلة اللي فيها دائما الإيجابية. إيجابية كنا ننتظرها. نعم. الله يحفظكم. نحن قاعدين ما زلنا مستمرين في النصائح اللي نحطها في قنوات التواصل الاجتماعي بكل ما يخص فيروس كورونا المستجد اللي هو المسمى بكوفيد 19. حطينا بعض الإجراءات المتبعة في مطار دبي للقادمين من الدول المتأثرة، فهذا كان بسبب مجموعة من الأسئلة عن شو الأشياء اللي تصير، كيف أعرف، كيف هذا. فهل الفيديو يشرح لهم كل الإجراءات موجود في حسابنا وأيضا في حساب المكتب الإعلامي حكومة دبي. جميل. الجميل كذلك أسماء مو بس يعني كان كوصف، كان يعني مثل رسومات معينة تخلي الواحد يتخيل حتى ويعني على أرض الواقع كيف الشغل قاعد يصير. أيضا نحن يعني من الأخبار اللي فعلا كان فيه تفاعل إيجابي كبير، واللي هو إعلان وزارة الصحة شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد. هذا يعني عدد حالات اللي تم شفائها عندنا في الدولة 12 حالة الحمد لله. وهذا يعني يدل على جودة الخدمات اللي كانت مقدمة لهم، انهم ما شاء الله بهالسرعة يعني تعافوا من المرض. ايضا عندنا بعض المعلومات الخاطئة الناس تتداولها بشكل عام في قنوات التواصل الاجتماعي، فحطينا فيديو خاص يجيب على هالاخطاء او هاي المعلومات الخاطئة عن هذا الفيروس. ممتاز. ومثل ما قلنا حاطين ايضا نصايح للاطفال اللي عنده اولياء الامور تروح حسابنا على تويتر ويشوفون نصيحة ان كيف نحن نوصل المعلومة لعيالنا في الوقاية من او الحرص او غسل اليدين والحرص على الوقاية. صحيح، وهذا جدا كبير، خاصة دور الأسرة يعني لها دور كبير في الوقاية من المرض، وتوصيل نفس ما قلتي اسمه توصيل معلومة للأبناء وخاصة الأطفال. دكتور نحن دائما نفضل أولياء الأمور يعني ما يعني يقعدوا مع عيالهم يشرحوا لهم أهمية غسل اليدين بدون ما إنه يرعبون اليهال، لأنه يعني
المرض مو لهالدرجة يعني. صحيح. فيعني المفروض ان احنا نشوي نقعد مع عيالنا ونهديهم ونأكد على موضوع غسيل، نستغل يعني الموضوع هذا في ان احنا نعود عيالنا ونخلي عندهم نمط حياة موضوع غسل اليدين بالطريقة الصحيحة. ممكن يغنون خلال غسل اليدين، فيعني ممكن نحن نستغل يعني كأولياء أمور، يعني نحن قاعدين نسويها حركة في البيت، إن بدأ ما شاء الله اللي عندنا يعني الجهال يأكدون على موضوع غسل اليدين، هم مو بس عشان فيروس كورونا، حق كل شيء وكل صحيح زمان وكل يوم. صحيح الاهتمام بغسل اليدين قبل أي شيء، قبل ما أفرك عيني، قبل ما أحط، ما شاء الله عيالنا كل شوية صبوح في حلوجهم، الله فيعني يحفظهم. نأكد على هذا الموضوع إنه ما يكون. فيعني نصايح بس بدون ما نرعبهم، نأكد ان نغير نمط حياتهم، وفرصة حقنا نحن يعني زي مثل ما قلت ان نحن لما دائما يعانون في موضوع غسل اليدين مع عيالهم، صحيح فإتس ذا رايت تشانس. صحيح، وخاصة أن الأطفال يلاحظون الجميع وياهم، يعني زملائهم، ربعهم اللي وياهم في البيت، يعني حتى الأطفال اللي في العائلة نفس الموضوع، وموضوع غسل اليدين يعني يمكن يعتبر الواحد شيء بسيط بس أهميته كبيرة في وقاية من كثير من الأمراض، مو بس كورونا، وقاية من كثير كثير من الأمراض. ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول: كلنا لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف، ركز على تطوير نقاط قوتك لتتميز بها، ثم اعمل على تطوير نقاط ضعفك. دائما الناس يقولون شو نقاط ضعفي وبيس اشتغل أقويها عليها، أو لا، أشتغل انت عليها. عندك ابرز نفسك في نقاط القوة اللي عندك، ولأن ما في انسان بيكون كامل، يعني لو شو صحيح ما سوينا ما في انسان بيكون كامل، كمان لرب العالمين. فركز على نقاط قوتك، وبعدين يعني يوم بيكون عندك وقت حق نقاط ضعفك. يعني حلو ان الواحد يشتغل ايضا يقوي نقاط الضعف اللي عنده، لكن ما يهمل التالنت او الموهبة اللي هو عنده بس لانه هو مشغول في شيء ثاني. صحيح، ودمتم بصحة وسعادة. ودمت بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. شكرا أختي أسماء. هذه كانت فقرتنا فقرة السوشيال ميديا، وكانت ويانا أختنا أسماء الجناحي. عبد الله نعم بناخذ فاصل، وبعد الفاصل بنرجع بفقرتنا التوعوية، وموضوعنا اليوم جدا مهم، بنتكلم عن فيتامين جيم اللي هو فيتامين سي، نعم وبندور بنتكلم أكثر عن مصادره وكذلك أهميته. فطالعين فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية، ورجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أحب أيضا أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ودكتور عاشف، فقرتنا الثانية بتكون عن توعوية. نعم. وطبعا بنتكلم عن الفوائد الصحية لفيتامين جيم، اللي هو كذلك فيتامين، نحن نسميه دائما فيتامين سي. ويانا نعم. اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة مريم علي. صبحت الله بالخير أستاذة مريم. صبحكم الله بالخير والنور والسرور. حياك الله ويانا في برامج صحة وسعادة. إن شاء الله. يشرفني طبعا أني اليوم أكون معاكم وأتكلم عن موضوع مهم، بما أن العالم يشهد في هاي الآونة هجوم أو صحيح. هجوم فيروس الكورونا، ونحن كوقاية منها نحاول نذكر الناس أن شوي يهتمون في الجهاز المناعي. صحيح. عن طريق طبعا موضوعنا اللي هو فيتامين جيم. صحيح. وطبعا الوقاية نفس ما نذكر دائما، الوقاية خير من العلاج، وكذلك الواحد يمد نفسه بهذه الفيتامينات لأهميتها. بالضبط. طبعا الفيتامينات معروفة أنها بشكل عام من أهم العناصر الغذائية اللي يحتاجها الجسم. صحيح. ومن أكثرها شهرة وأحوجها للجسم اللي هو فيتامين جيم، واللي عرف بسي أو المعروف فيه بحمض الإسكوربيك. صحيح. وهي تعتبر طبعا من مضادات الأكسدة المهمة، ومضادات الأكسدة معروفة أنها هي تعزز من وتزيد من مناعة الجسم بشكل عام.
ومعروف أن مصادرها الأساسية تكون جاية في الفواكه والخضروات، نعم ونحن الحين الموسم موسم الحمضيات عندنا حاليا، صحيح. فأكيد ما في بيت ما يخلي من الحمضيات اللي الحمضيات هي البرتقال، السنطرة، الليمون، بشكل عام الفواكه كلها تكون غنية بفيتامين سي. عندنا الكيوي فيه فيتامين سي، الرمان، التوت، الفراولة، الفواكه المهمة للحمض، الخضروات الورقية الخضراء. ممتاز، يعني حتى لو شخص عنده حساسية من نوع معين يقدر يلقاه في أنواع ثانية. بالضبط يعني معظمنا نحن رابطين أن الفيتامين سي أو فيتامين جي بس في الحمضيات. نعم لا طبعا موجود في العديد من الخضار والفواكه. نعم أختي مريم، أيضا يعني مثل ما تفضلتي بأن الفترة هاي وايد مهمة، بحيث أن الواحد يعني يحاول بأن يعني يجعل من يعني الوجبات اليومية فيها يعني نسبة معينة من الفيتامين سي في وجبات اليومية. لو تحدثينا شوية عن الحصص، مثلا نحن اليوم نقول أن الحمضيات كالبرتقال، سواء الواحد يأكله يعني كبرتقالة أو يعصرها كعصير، شو مثلا احنا الحصص اللي يعني المفروض أن الواحد ياخذها؟ هو الحلو في الفيتامين سي الجرعات اليومية أو الاحتياج اليومي جدا بسيط والكل يقدر ياخذه، يعني مو نعم بلازم ناخذها بكميات كبيرة. يعني فرضا إذا احنا أخذنا مثلا كوب عصير برتقال أو مثلا برتقالتين، هاي احنا نقدر نسد احتياجنا اليومي لفيتامين سي. خذنا مثلا حبتين من الطماطم مثلا، نعم ممكن نسد احتياجنا من فيتامين سي. وغير الأشياء اللي موجودة هي الخضروات الورقية اللي نتناولها بشكل دائم. الزيادة دائما معروفة الفيتامين أنه قابل للذوبان في الماء، فالأشياء الزايدة دائما تنطرح خارج الجسم، فالكميات يعني جدا بسيطة وكل حد يقدر ياخذها. طبعا له فوائد كثيرة أستاذة مريم. فيتامين عفوا فيتامين جيم اللي هو الفيتامين سي، فحابين نتطرق لفوائده وأثره إذا نقص عن الجسم أو الشخص ما كان ياخذ بكميات كفاية. حتى دكتورة يعني عذريني أختي مريم، موضوع التوقيت، يعني في هناك صحيح تساؤلات، مثلا عصير البرتقال الواحد ياكل البرتقال، هل ممكن ياكله على الريج ولا انه ياكله عقب الريوق ولا وسط اليوم؟ حتى هاي أختي مريم لو توضحي لنا بيكون شيء جيد. ان شاء الله. هو عموما بشكل عام ممكن نحن ناخذه في اي وقت، الا اذا كان الشخص عنده مثلا نقول مثلا الشخص مصاب بفقر دم، هذا دائما نحن نوصي انه مع الوجبه مثلا يحاول ياخذ فيتامين سي اساس انه يزيد من امتصاص الحديد. اللي عنده مثلا حموضه ولا عنده شيء في المعده يفضل انه مثلا ما ياخذ الافر، بس هو بشكل عام ممكن ناخذه في اي وقت، ما يمنع. يعني ممكن ناخذ الصبح العصير على الريج او بين الوجبات او بالليل مثلا، ما في اي اشكاليه. الامتصاص بخصوص يمكن فوائد استاذه مريم، بالنسبه بالضبط بالنسبه للفيتامين له دور مهم وله بصمه على الصحه العامه بشكل عام، بحيث انه اول شيء يحفز من انتاج الكولاجين اللي هو معروف انه مهم للجلد، للبشره وللشعر، وبالذات لالتئام الجروح. صحيح كذلك يساعد في تاخر علامات الشيخوخه، بالنسبه للجلد يقلل من الجفاف، وبعد له دور في انه يقلل من حده نزلات البرد والزكام، مو بانه يشيلها بس يقللها. يعني مثلا واحد عنده مصاب بالزكام ممكن الفترة ما تطول عنده، تقل ممتاز. الفترة، يقلل من الشعور بالتعب والإجهاد، ويساعد على التركيز، يساعد على استرخاء الأوعية الدموية اللي هي وبالتالي إنها تحافظ على مستويات ضغط الدم الطبيعي، إن ما تؤدي إلى ارتفاع. يعني في الناس اللي عندهم خلل في ضغط الدم ننصحهم دائما إن يتناولون الأغذية اللي فيها فيتامين سي، كما أنها ممتاز تعزز من مناعة الجسم،
وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض، لأنه معروف أن الجهاز المناعي أنه مهم للإنزيمات اللازمة للوظائف، هي مهمة للإنزيمات اللازمة لوظائف الجهاز المناعي، ممتاز. تزيد من امتصاص الحديد مثل ما ذكرنا، نعم وبالتالي يحمي من الإصابة بفقر الدم، يحافظ على صحة الغضاريف، ممتاز. يقلل من تأثير الضار للجذور الحرة، وبالتالي يقوم بحماية الخلايا من التلف، ويقي وبالتالي يقي الجسم، يكون وقاية من السرطانات. ممتاز، فوائد كثيرة لهذا الفيتامين. أستاذة مريم، كلمة أخيرة توجهين للمستمعين خلال البرنامج بخصوص الفيتامين. في شيء مهم حبيت أني أذكره، نعم. نحاول، في عندنا أنواع من الأدوية، هاي بعد ممكن احنا نتطرق لها نعم في إن شاء الله الأيام الجاية، إن تتعارض مع فيتامين سي، يعني مثلا في ناس ياخذون الدواء مع العصير. صحيح. في بعض هي نحاول يعني ان نقلل من هاي العاده، يعني ما نتبع هاي العاده، لان عصير اذا كان مركز بفيتامين سي او فيه فيتامين سي ممكن يقلل من تركيز الدواء والامتصاص كذلك، وبالتالي هي وبالتالي يقلل من فاعليه الدواء اللي هو الشخص يحتاج ياخذه انه يعالج فيه مرضه ياخذه. بشكل عام. نشكرك أستاذة مريم علي، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. أشكركم. شكرا. 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 الله يحييك أستاذة مريم. طبعا مستمعينا، كانت هذه فقرتنا التوعوية، وتكلمنا عن فوائد الصحية لفيتامين جيم اللي هو فيتامين سي. عبد الله، بنطلع فاصل، نعم. وبنرجع بنتكلم عن موضوع جدا مهم، واللي بيكون قطرة دم تساوي حياة. نعم، بتكون معنا الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي، ومثل ما ذكرتي دكتورة موضوع حيوي ومهم. صحيح. متابعينا بنرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. وأذكركم برقم التواصل معنا على 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. دكتورة عائشة، مثل ما قلتي أن نحن اليوم موضوعنا وفقرتنا هاي عن قطرة دم تساوي حياة. صحيح. وبتكون معنا إن شاء الله الدكتورة مي عبد الرؤوف. هيئة الصحة بدبي دائما الدكتورة عائشة مثل ما تعرفين تبذل جهود كبيرة جدا من أجل توفير وحدات الدم وطبعا مكوناته بأعلى درجات الجودة والسلامة، هاي طبعا لتغطية حاجة المرضى في مستشفيات الإمارة. صحيح. بالإضافة إلى طبعا الهيئة دائما في دعم لجميع المرضى على مستوى الدولة في وجود حالات مرضية بحاجة لأصناف مختلفة من الدم. وطبعا هناك دكتورة أيضا أصناف مثل ما تعرفين نادرة، نوع، وفي أصناف نادرة. والجميل كذلك عبد الله، الهيئة تواصل يعني أعمال التطوير في هذه الناحية، يعني نعم. ما اكتفت بس في مركز دبي للتبرع بالدم، يعني حتى تطوير هذا المركز وتطوير خدماته نلاحظها نعم. يوم بعد يوم. نعم، وأيضا هيئة الصحة دكتورة تسعى دائما في يعني حث أفراد المجتمع بشكل مستمر في البرامج التوعوية والحملات للتواصل مع مركز دبي للتبرع بالدم وللإقبال على موضوع مثل ما تعرفين موضوع عملية التبرع، مستندة طبعا ذلك إلى القيم والمفاهيم الإنسانية النبيلة التي يتحلى بها أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية، سواء يعني المقيمين أو المواطنين أيضا. صحيح. وأهمية هذا الموضوع كذلك، يعني نفس ما ذكرنا في فقرتنا هذه عنوانها قطرة دم تساوي حياة، يعني التبرع بالدم بينقذ مبروح وحدة أرواح كثيرة وأرواح ناس، يعني مو بس الشخص بيتأثر، عائلته بكبرها، المجتمع كامل بيتأثر. بنتكلم عن هالموضوع أكثر وأكثر مع الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم. صبحت الله بالخير دكتورة.
صباح النور والسرور، أهلا بكم. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحفظكم، أهلا وسهلا. الله يحييك دكتورة، صبحك الله بالخير والنور والعافية. يا هلا فيك. نحن طبعا نكون دائما سعيدين يعني في الحديث معك، ومواضيعك دائما حيوية وشيقة دكتورة. الله يخليك، الله يحفظكم إن شاء الله. الله يبارك فيك دكتورة. طبعا في البداية حابين نتحدث أكثر عن مركز دبي للتبرع بالدم ومكانته طبعا ورياضته العالمية. طبعا مركز دبي للتبرع بالدم هو المركز الوحيد في إمارة دبي والتابع لهيئة الصحة في دبي، المعني بالتعامل مع المتبرعين بالدم. ويسحب هذا المركز 50% من وحدات الدم على مستوى الدولة. المركز طبعا تم اعتماده بحمد الله، وطبعا بجهود القائمين عليه والقيادات العليا، أول مركز داخل دولة الإمارات يحصل على الاعتماد الدولي من جمعية بنوك الدم الأمريكية في عام 2012. وجميع الإجراءات الفحوصات الطبية التي تجرى بالمركز على وحدات الدم بعد التبرع بالدم وقبل التبرع بالدم طبعا يتم تدقيق عليها من قبل الكلية الباثولوجية الأمريكية من خلال نظام الجودة الخارجي، وهذا معمول به من عام 2012. فنستلم عينات نفحصها ونبعثها إلى أمريكا حتى يشوفون دقة وسلامة الفحوصات. طبعا التبرع بالدم الحمد لله في دولة الإمارات هو تبرع طوعي، والمتبرعين يأتون يتبرعون بالدم بدون أن يكون في لهم مثلا مريض معظم الأحيان، وهو عمل إنساني نبيل. لكن التبرع بالدم الحين مع تطور الخدمات الصحية ومع تطور العلم ومع كثرة وجود الأمراض والأوبئة في العالم منذ سنوات يعني طويلة، فأصبح اختيار المتبرع بالدم أعقد كثير من السابق. فلذلك في كثير متطلبات للمتبرع بالدم صحية وقسم منها سلوكية، اللي بالتالي تؤدي إلى قبول الشخص المقبل للتبرع بالدم على التبرع، فيتم قبوله ويتم إجراءات التبرع بالدم. وفي أدنى حسب إحصائياتنا 24% من المقبلين على التبرع بالدم يتم استبعادهم عن التبرع. في قسم من الأسباب تكون بسبب صحتة للشخص، يعني التبرع ممكن يضر بالمتبرع بالدم، نعم. طبعا ما بيد ينظر. وفي أشياء أنه نستبعد المتبرع بالدم لأسباب تكون خاصة بسلامة متلقي الدم اللي هو المريض اللي راح يتلقى الدم. الحمد لله المركز مثل ما ذكرتي دكتورة في البداية أنه حاصل بحمد الله على دعم كبير من القيادات في هيئة الصحة في دبي وشيوخنا الله يحفظهم. فإحنا المركز اللي أطلق حملة دمي لوطني منذ عام 2012 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان الله يحفظه. فهذا يبين دعم القيادة لأهمية التبرع بالدم ونشر الوعي للجمهور، لأن اليوم مثل ما تفضل أستاذ عبد الله أنه ما في تصنيع للدم، ما صحيح. في دواء مثل ممكن نستورده من الخارج ونجيبه ونعطيه للدم. صحيح. نبقى عالميا الاعتماد على الأفراد وتبرع الإنسان لأخيه الإنسان. صحيح. وهذه الصراحة يعني تحتاج إلى كثير من التوعية والتثقيف للمجتمع حتى يعرفون الحاجة بنوك الدم لتبرعهم وتواجدهم معنا، حتى يتبرعون لأشخاص طبعا دائما أنا أقول أنه سوف لن يقابلهم طول حياتهم. فهو حقيقة التبرع بالدم من أسمى الأعمال الإنسانية. نعم. وإحنا في مركز دبي كثير اهتمام بالمتبرع بالدم، بسعادته، بصحته، بسلامته قبل وأثناء وبعد التبرع بالدم. ممتاز. وهذا الشيء الحمد لله انعكس في حصول المركز على نسبة 97% من سعادة المتعاملين على مستوى الإمارة. وهذا الشيء طبعا الحمد لله نفخر به، انه احنا دائما نهتم بالمتبرع
مش انه بس يجي يتبرع، بس نهتم به قبل واثناء وبعد التبرع بالدم، وكل صحيح. اجراءاتنا طبعا موثقه وتحمل اعلى معايير الجوده والسلامه لضمان تمام. سلامه المريض متلقي الدم والمتبرع المتبرع بالدم. كذلك. دكتوره مي، بس عندنا مداخله. نعم. نعم سام. عندنا مداخلة مع أخونا أبو راشد. مرحبا أخوي أبو راشد. مرحبا أخوي، صباحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور. مشكورين على البرنامج، جزاكم الله خير، جزاك حسناتكم طبعا. الله يبارك فيك. سؤالي طبعا للمريض السكري، هل يقدر يتبرع بالدم؟ أول شيء طبعا. نعم. والسؤال الثاني لكم يا أستاذ عبد الله. نعم. مراكز اللي هي عليها المراجعية طبعا خدمة العلاج الطبيعي، نعم، فيها تأخير كثير طال عمرك، يعني يعطيك من شهرين أو لثلاثة أشهر. فهذا احنا طبعا في ناس يعني تعرف يعني الواحد ما بيروح العلاج اللي موصلني للدكتور طبعا. نعم. فهذه هي تأخير وايد، فنتمنى منكم الرضا طال عمرك، جزاكم الله خير. إن شاء الله. حاضر أخوي براشد. إن شاء الله. سؤال دكتورة بالنسبة لي، هل الإنسان المصاب بداء السكري ممكن أن يتبرع؟ نعم طبعا، بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكر ويعتمد علاجهم على دايت نظام الغذاء أو يأخذون الدواء عن طريق حبوب بالفم، فهذا الشخص ممكن يتبرع بالدم إذا يكون مستوى السكر يوم التبرع بالمستويات المطلوبة، وإحنا ممكن نفحص السكر أثناء تواجد المتبرع داخل المركز. لكن إذا كان المتبرع، إذا كان الشخص المتقدم للتبرع عنده سكر وهو يأخذ الإنسولين كعلاج، فهذا الشخص لا يفضل تبرعه بالدم، لأن دائما الناس اللي يأخذون الإنسولين يكون في تذبذب في نسبة السكر بالدم، وحفاظا على صحتهم فإحنا ما نفضل تبرعهم بالدم. صحيح. دكتورة مي، طبعا نحن دائما نتكلم عن أهمية التبرع بالدم وأهمية الكبيرة، وطبعا الأهمية تنعكس على الشخصين سواء المتبرع ولا المتلقي للدم، فحابين نتكلم أكثر بخصوص هذا الموضوع. مثل ما ذكرنا دكتورة أنه المصدر الوحيد للدم اللي يحتاجوه المرضى هو دم متبرع به من إنسان، فطبعا في أهمية كبيرة لمشاركة الجمهور بهذه العمل، هذا العمل الإنساني، وإلا بنوك الدم تصبح فقيرة وليس لديها دم في حالة عدم تجاوب الجمهور والناس الصورة عامة للتبرع بالدم. صحيح. طبعا التبرع بالدم في فوائد للمتبرع بالدم، فهو مثلا التبرع المنتظم، والفترة بين التبرع والآخر بالنسبة للدم الكامل هو تقريبا 56 يوم، يعني شهرين تقريبا. ينشط الدورة الدموية وينشط نخاع العظم، لأن كل ما تبرع الشخص بالدم وفقد دم فجسمه يكون كميات يعوض النقص في السوائل وبكريات الدم الحمراء، فنخاع العظم يبدي ينتج خلايا جديدة نشيطة، فهذا يسبب نشاط في الدورة الدموية ونخاع العظم، بالإضافة إلى أن التبرع المستمر يقلل من كثافة الدم، وهذا الشيء جدا مهم وجدا صحي، فلذلك الدورة الدموية يصير الدم أكثر سلاسة ويكون صحي، وهذا اللي شفته الدراسات والبحوث أن التبرع بالدم المنتظم يسبب انخفاض في نسبة الجلطة القلبية والجلطة الدماغية، فالمتبرعين دائما يحسون أنهم صاروا أكثر نشاط، أكثر حيوية إذا يتبرعون بصورة مستمرة، وهذا طبعا بسبب أنه الدورة الدموية تكون نشيطة ونخاع العظم. هذا بالإضافة طبعا التبرع بالدم المنتظم يقلل من نسبة الحديد الزائد بالدم، خصوصا عند المدخنين، لما يدخن الإنسان ترتفع كريات الدم الحمراء ويسبب كثافة في الدم لكنها ما تكون صحية، فالتبرع بالدم يسبب انخفاض في نسبة الحديد الزائد عن حاجة الجسم، وهذا بالإضافة إلى أنه طبعا التبرع المنتظم في كثير متبرعين من خبرتنا وياهم يشبهوه بالحجامة، فيشوفون مثلا مرات لما نستبعدهم لسبب صحي لسلامته يزعل المتبرع بالدم، لأن يقول مثلا أن التبرع المنتظم دائما يوخر من عندي وجع الراس، يقلل آلام المفاصل، فهو يعني أسلوب حياة صحية
تسبب النشاط والحيوية للمتبرع. فبالنسبة للمريض طبعا متلقي الدم، الدم من يوصف الطبيب للمريض دائما يكون مثل ما احنا نقول منقذ حياة، لأنه يكون ما في إلا بديل. صحيح. الدم يعطى لمرضى الثلاسيميا مثلا، فحسب إحصائياتنا 36% من الدم اللي يسحب المركز يروح لمركز الثلاسيميا. فمرضى الثلاسيميا هم مرضى اعتمادهم الرئيسي الأساسي في العلاج هو دم، وبصورة مستمرة، يعني كل مريض يأخذ واحدة إلى واحدتين تقريبا كل شهر، وهذا هو مدى الحياة يكون اعتمادهم على الدم. فلذلك هناك ضرورة جدا إلى توفير الكميات المطلوبة للمرضى وتوفيرها بالوقت المناسب، لأن مثل في حالات الطوارئ ومثل حادث سيارة لا سمح الله. صحيح. وإحنا نوفر الدم ورا يومين، هذا ما في منه فايدة، لأنه ممكن ينقذ حياته في الوقت المناسب. صحيح. لازم يكون الدم متوفر، بالإضافة إلى أنه الدم لازم يكون جودة عالية. فإحنا هيئة الصحة ودولة الإمارات الحمد لله والشكر يعني توفر كل المتطلبات لإتمام عملية التبرع بالدم وإجراء الفحوصات المطلوبة بأعلى مستوى سلامة ومؤمنين، لأن هذه الفحوصات اللي نعملها على وحدات الدم بعد التبرع للتأكد من خلوها من الأمراض الفيروسية. صحيح. والأمراض اللي تنتقل من شخص إلى شخص باهظة الثمن بشكل كبير، وكثير من الدول لا تستطيع أن توفرها، لكن بحمد الله أنه في دولة الإمارات بنوك الدم تم اختيارها في عام 2010 من قبل منظمة الصحة العالمية ومن أفضل 5 دول سلامة نقل الدم. وهذا طبعا كله يرجع إلى دعم القيادة وتفهمهم لأهمية إجراء الفحوصات، فحوصات جدا غالية الثمن اللي نعملها على المتبرعين بالدم بعد التبرع، لكن الحمد لله من أوائل الدول اللي اعتمدت نظام فحص الحمض النووي للفيروسات، وممكن أنه نكشفها حتى لو كانت بكمية قليلة أو كانت في فترة الحضانة. نعم. وهذا طبعا يعزز من سلامة نقل الدم المتوفر للمرضى. نعم. دكتورة مي، عندنا سؤال عن طريق الرسائل النصية، ويمكن أنت خلال حديثك تطرقتي لهذا الجانب، ولكن السؤال يقول هل الحجامة أفضل أم التبرع بالدم أفضل؟ الحجامة تأخذ الدم من مكانات معينة، ودائما مربوطة يربطوها الناس أنه عندهم آلام مثلا في مكان معين. نعم. وما يكون من الدورة الدموية المركزية، لكن التبرع بالدم يتم إدخال الإبرة في وريد ويسحب الدم من جميع من الدورة الدموية كاملة، يعني القلب يضخ الدم بكميات مستمرة وكميات كبيرة، فنأخذ التبرع بالدم يأخذ الدم من الدورة الدموية المركزية. طبعا تأثير حسب الفوائد اللي تكلمنا عنها، التبرع بالدم هو اللي يسبب تقليل في نسبة الجلطة القلبية والدماغية، يقلل من نسبة الحديد، ينشط الدورة الدموية، هذا طبعا التبرع بالدم. لكن الحجامة في لها فوائدها الأخرى لكن مختلفة عن التبرع بالدم. نعم. دكتورة مي، أيضا يعني نبغى نسمع منك أكثر، يعني في الوقت الراهن الحين في الظروف الراهنة طبعا هناك أكيد أنتم عندكم إجراءات يعني آمنة في ظرف يعني ما يشهده العالم بخصوص موضوع الكورونا فيروس على وجه التحديد، شو الإجراءات عندكم بخصوص موضوع يعني إذا يجي الشخص ويتبرع على أساس إنه يحس إنه يعني الأمور كلها يعني ضمن إطار الإجراءات المحددة من الجانب الأمني يعني للشخص؟ نعم. طبعا احنا من الحمد لله يعني دولة الإمارات من أوائل الدول اللي بدأت بإجراءاتها الاحترازية في الكورونا فيروس. نعم. ونفس بنفس الوقت بنوك الدم أخذت الإجراءات المطلوبة لضمان سلامة المتبرع بالدم، لأن احنا دائما أخوي عبد الله نعتبر المتبرع هو شخص مش مريض، هو جاي لهيئة الصحة لكنه شخص بصحة وعافية وجاي يتبرع بالدم، فإحنا أخذنا الإجراءات المطلوبة لحماية المتبرع وضمان عدم نقل عدوى للمتبرع، بالإضافة إلى سلامة الموظفين الموجودين عندنا لأن دائما يتواجدون في أماكن مزدحمة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى اللي هي تضمن سلامة الدم المنقول للمرضى.
فمسؤولياتنا متعددة، والحمد لله اتبعنا كل الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والخاصة في بنو جدة. وأحب أن أذكر أني أعمل مع منظمة الصحة العالمية كمستشارة في مجال نقل الدم. نعم ما شاء الله. وأنهينا الأسبوع قبل أسبوعين واحدة من المستندات اللي عممتها منظمة الصحة العالمية بخصوص سلامة بنوك الدم والإجراءات المتبعة خلال المرض، تفشي مرض فيروس كورونا. فإحنا الحمد لله أول الأشياء اللي عملناها تم إصدار معلومات هامة للمتبرعين بالدم، موجودة في المركز في عدة مكانات، وموجودة في حافلات التبرع بالدم الباصات، موجودة باللغة العربية والإنجليزية، وبدينا نترجمها للغة الأردو، وإن شاء الله اليوم بتنتهي الترجمة، بس لكنها موجودة. فيها توجيه للمتبرعين بالدم اللي يخص سلامتهم وإجراءات المفروض يتبعوها داخل المركز، وكذلك حتينا المتبرعين في حالة وجود أي شك أنهم يكونون مثلا بحالة صحية غير جيدة وعندهم تاريخ السفر مالتهم، طبعا لح يدقق عليه بصورة كبيرة أثناء تواجدهم بالمركز لاستبعاد المتبرعين اللي عندهم تاريخ سفري، تاريخ سفر العفو للدول الأكثر وجود فيها حالات، أكثر توب 10 يعني الأكثر 10. وإحنا يوميا أول الصباح نتابع تنشر منظمة الصحة العالمية موقع لايف بعدد الحالات الموجودة والدول اللي تكثر فيها الحالات. تم استبعاد هؤلاء المتبرعين ومستمرين بالاستبعاد لمدة 28 يوم بعد وصولهم إلى الدولة، وهذا طبعا ضمان لسلامة الدم اللي ينقل للمرضى. صحيح. بالنسبة لسلامة المتبرع، احنا نحب طبعا نوجه اليوم الجمهور ونقولهم انه احنا بحاجة الى المتبرعين بالدم، لان بنوك الدم ما ممكن يقل الشغل فيها، الحالات المرضية مستمرة. صحيح. والحاجة للدم مستمر، فنحب نطمنهم انه احنا ماخذين اجراءاتنا الوقائية داخل المركز لضمان سلامة المتبرع. التنظيف الأصبح والمركز عملنا من قبل أكثر من 3 أسابيع زيادة كبيرة في تعقيم وتنظيف كل أسرة المتبرعين بالدم والأجهزة، وتنعمل بعد كل متبرع بالدم، موفرين حتى الكمامات إذا في حالة المتبرع يحب الكمامة أثناء تواجده بالمركز، فالكمامات موجودة، المواد لتعقيم اليدين موجودة، الإرشادات موجودة، حتى التابلت اللي طبعا احنا الحين عندنا تطبيق دمي وعندنا خدمات ذكية على الألواح الإلكترونية، كلها يتم تعقيمها بعد كل متبرع بالدم. ممتاز. وذلك ضمان انه المتبرع ما اذا يجينا سليم نحب يطلع هو سليم ويتبرع بكل سهولة ويكون مرتاح كذلك، يعني يكون مرتاح وهو في المكان. نعم، وكل الستاف عندنا لابسين كمامات، حتى احنا بنفكر انه المتبرع ما ياخذ اي اثناء تواجده انه ما يصاب باي تلوث. فالحمد لله اجراءاتنا سليمه، ويعني على قدم وساق مراقبه كل اجراءات التعقيم والتنظيف في حافلات التبرع بالدم كذلك في المركز. ومددنا ساعات العمل الى حد الساعه 8 يوميا، وذلك لفتح مجال اكبر للمتبرعين للقدوم، وحتى نمنع ان يكون في اي ضغط او ازدحام في وقت معين. فاحنا يعني نحب انه التبرع يكون اجراء مريح بالنسبه للمتبرعين بالدم. نعم دكتوره، عندنا ايضا سؤال، اين هذه المراكز للتبرع والعنوان او رقم التواصل مع المراكز؟ مركز دبي للتبرع بالدم هو المركز الوحيد للتبرع بالدم في إمارة دبي، وهو واقع داخل حرم مستشفى لطيفة، وبناية منفصلة عن مستشفى لطيفة، لكن احنا واقعين داخل الحرم، وفي كثير من اللوحات الإرشادية تدل على مكان المركز. بالنسبة إلى أي معلومة أو أي سؤال عند الجمهور، ممكن الاتصال على مركز الاتصال 800-342 وهم يجاوبون على الأسئلة المطلوبة.
وفي حالة في أسئلة أكثر يتم تحويلهم إلى المركز للتحدث مع شخص فني، أو حتى إذا في حاجة إلى طبيب فإحنا موجودين للرد على الأسئلة. طبعا التبرع بالدم داخل المركز في الأيام الاعتيادية هو فقط 20% من الدم المسحوب سنويا عندنا. احنا نعتمد بصورة رئيسية على حافلات التبرع بالدم اللي تذهب إلى مختلف الأماكن لسحب الدم، وهي طبعا طريقة أسهل للوصول للمتبرعين وتكون أريح لهم قريبة على مكان عملهم أو تواجدهم. وهذا مجهود صحيح دكتورة، تشكرون عليه على توفير هذه الحافلات والوصول إلى الناس حتى قبل ما توصلكم، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في هذا المجهود، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح أكبر. الله يخليكم، شكرا لكم. نشكرك دكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا وتكلمنا عن قطرة دم تساوي حياة، وطبعا هذا له أثر كبير مثل ما كلمتنا دكتورة مي رؤوف. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل، وشاركني تقديم الحلقة اليوم الأستاذ عبد الله جمعة. تشكرون جميعا ويعطيكم ألف عافية، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.